هل كاين شي واحد اوكي خدام سكيتر او زيد اش توصل اليوم الزريعه؟ الله ينعل دين امي. انا اجمعي لي نقشك مزوز انا. اهلا الشباب، مرحبا بكم في فيديو جديد. اليوم غيكون عندنا بلايند ديتين اللي كاين في قناه كواليس. غادي نتنمروا عليهم عاوتاني بصح ديك القناه خاصه غير بالتنمر، ماشي باش تولي شي كالتشر ولا شي بلان. اوكي بينو لك هذوك اللقطات اللي بلس 18 كان العلاقه والتخربيقات والهضره الخاويه وداك الشيء اللي للجينيراسيون هذا اللي جاي دابا لا حول ولا قوه الا بالله. المهم خليكم معايا، كتشوفني اول مره سمح لايك سبسكرايب كومنت وليتس جو تو اور فيديو. المهم نشوفوا معايا اختنا كي دايره بعدا. شوف اوكي بالله ديت الفكره ديالو هذا شنو هو، انك غادي تشوف غير من الاوتفيت يبقاو طالعين من سبرديله الفوق زعما كاين تشوف الاوتفيت كامل وهي غتبقى تعزل وتليكسيوني كذا. ولكن شو هي بعدا اللي هادي تعزل شو كيديرها دير هيه طلع على اسرار الدوله كامله. جيتي تلكازا؟ اه اوكي اوكي باش عرفتي علاش؟ علاش؟ على قبلك. اوه ماي جاد هيز كوكينج. السلام عليكم، معكم ارماني باسم الناس اللي ما عارفينش. اليوم غادي نقلب على فارس التريبيا وغنريتيوه بالاوتفيت. دونك اي ام اكسايتد، اي ام بغيت نلقى الفارس ديالي وغنلقاه بالاوتفيت. دونك خرجوا معايا. بالنسبه للصبابط اللي كنشوف، ما نقدرش صراحه نكون عندي شي راي على الصبابط حيت سي كومبليكي كومان باش نيماجيني شي ايماج على شي دري في الصبابط، ولكن ات لوكس بون. دونك رقم واحد قدم لي راسك، سميتك مدينه. قلت لك يمشيو البحر كيلبسوا تقريبا بحال نفس العبار تاع هاد اللبسه، تكون زعما بمايو ولا شورت ولا شي بلان. وكيفاش كتخرج للشارع العام ولا في الطوبيس كتلبس زعما حشومه. هذا الفرق ديال بين هادوك البنات وهادي، لان هادي عندها حتى شي حاجه محشومه كتمشي everywhere like this. ناش شنو كدير في كازا؟ سميتي حمزه مكناسي، ام 22. كنجي لكازا حيت فيها عشراني، ماشي اوريجين دو كازا. وشنو كتقرا؟ كندير ايكونومي وحاليا حبس طاليانيه. رقم الثاني قدم لي راسك. السلام ابراهيم من كازا، حاجه وحده جيت لهذا البرنامج باش نقول لك اجمعي لي نقشك مزوز انا. السلام عليكم. السلام عليكم. قال بعدك معكم لا ما في شنو هي معكم تو ما في وزير الرباط التقدم بحال قال بحال. السلام عليكم، معكم تو ما في وزير الرباط التقدم الفينيسي. لا سميتي ايوب، كيعطوا لي يويو. انا عندي 22 عام، كنسكيتي راه باينه. سبرديل شي سبرديل محشره ناري ناري. شنو؟ كنسكيتي. او سكيتينغ اوكي اوكي نايس. ذس اكشلي ماي جوب. علي هل كاين شي واحد خدام سكيتر او زيد اش توصل اليوم الزريعه؟ الله ينعل دين امي. انا حبينا من الصباب ديالك صراحه. الله يكبر ديال سكيتر. وقلت لي كتقرا ياك؟ لا ما كنقراش، انا خدام. خدام اوكي، سكيتينغ هي الخدمه ديالك. وكملتي قرايتك ولا لا؟ كملت قرايتي، ما شديتش الباك ولكن فهمتي درت بزاف د الحوايج بلا باك. اوكي واصلك منين؟ اصلي انا شيادمي. فين جات شيادمي؟ جات بين دكالة وحاها. اوكي اوكي اوكي. رقم ثلاثة قدم لي راسك. يو السلام عليكم. اها صافا ترانكيل. الحمد لله انت لاباس عليك. ايمن جدا صارت شي قلعة عاد جاي ولا كيف؟ ولا تتكيف؟ غدو كتقرا؟ جو راب. او كترابي ما كتقراش؟ كترابي. كنرابي بوحدة. اوكي من قنيطرة وجيتي تلكازا. اها اوكي اوكي. عرفتي علاش؟ علاش؟ على قبلك. اوه نايس. هيز كوكين. بلا ما هيز كوكين ولا خروكين ولا وات ذا فاكين. احتاج نزيد نهضر اكي صاحبي. اوكي رقم اربعه قدم لي راسك.
السلام عليكم. My name is Swaggy. 24 عام. شنو قلت سواقي؟ سواقي. شنو ما تقوليش سمية الحقيقية؟ أمين. أمين أوكي. أمين ماشي كلشي كيعرف هاد السمية غير سبيشال وانز. I guess you're already special. بلاتي سبيشال وانز هما اللي كيعرفوا أمين. وسواقي عادي تقولها لعباد الله يعني ماشي سبيشال. ها؟ تقلبهم. Anyways. أمين سواقي. I'm a basketball player. Okay. So, you know what it is? I work for Miss. ساليش قرايشي. I have a small company ديال clothing, thrift okay. clothing, and I'm working on myself. Okay, okay, nice, Let's nice. آخر واحد. Last but not least. Yo, my name is Carly. I'm 20. And. قيسرات. قيسرات كتحس بيهم خارجين من مومياء على أدي. جاب على أدي هذا. و basketball player. They're also a basketball player. Yep. كتقرا مازال ولا غير كدير باسكتبول؟ Just basketball. I'm trying to go pro. Okay. الأصل ديالك؟ Moroccan Liberian. شنو؟ Moroccan Liberian. هي ما جيتش حنا كشر على الصقع. تفرشي على الكاميرا تخدمي. Liberia. You know Liberia؟ لا. شيت. فين جات؟ حدا كوت ديفوار. ليبيا. ليبيريا. كيقول لي حدا كوت ديفوار قالت لي ليبيا. عاد جاب ليبيا. اوكي مهم المغربي نصي على الارض اوكي بغيت اول واحد غنسولو بغيت نعرف علاش اخر غلاسو ديالك سالات اخر غلاسو ديالنا سالات ما تفاهمناش عرفتو غتقول اقسم بالله تكتغير انا اصلا علاش كتسالي وحيت ما كتفهموش راه باينه ولكن شنو هو السبب اللي خلاك ما تفهموش شكون اللي غلط انت ولا هي لا صراحه هي بجوجنا غالطين بجوج هادي قال بجوج صحابنا على الصق على نتوما كل اختار طريقو صافي داكشي سالب سالب عقد الصالح لا ما سالاش خايب وانت ما سولتك شنو الاصل ديالك انا مكناسي اوريجين دو ميكناس ولا قال لك في الاول تيفك زميمر تيولس لي كيلبس هاد الشيء كيبقى عاقل تاع على راسو شنو كل البارح وي ايوا نسولو حتى الثاني علاش غلاسون ديالك سالات وا دابا هذا سؤال صعب بزاف علاش حيت انت اللي غلط شويه عليك مالك ما عرفتش ها تقعد يلا برا عليا معاكم من دابا حاسس بك اغريسيف نالو لا 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 انا ظريف انا انت والله كاين اللي كيقولوا ظريف ولي ما ظريفينش خبارك وصافي راك على بال ودابا قول لي علاش اخر غلاسيون سالات جيني من الاخر اخر غلاسيون سالات صراحه انا اللي خليتها انت اللي خليتها حيت شوفي دابا انا كنقول لك الصراحه يعني خاصك تقبلي الصراحه خنتيها لا ما خنتهاش ولكن خليتها حيت فهمتي ما نكذبش عليك فهمتي اي دونت سي ماي سيلف فهمتي لايك سي بلونغ تو ريسبكت فهمتي في الفيوتشر مع لايك فهمتي ياك كنت انا فهمتي فاش كندير شي ولا لايك غلاس وبالنسبه لي شي حاجه اللي جديه فهمتي كنموش مع الواحد ما كانتش مقنعاك هذيك حاجه اخرى هي هذه ما تكتشفي اوكي ذا ثيرد بيرسون علاش غلاس ديالك سالات حيت الصراحه خرج خواتي من المغرب ما بقاتش دونك ولات غلاس خوات بك ولا خوات بالمغرب لا خوات من المغرب فهمتي دونك ولات غلاس صافي ما عندها حتى شي معنى ولكن بقيتو ان كونتاكت فاش خوات المغرب شويه مي ابخي ما بقى والو صافي خواتك من بالا خوينا بالنا من بالنا اوكي ذا فورث بيرسون قول لي علاش سالات اخر غلاسيون ديالك اخر غلاسيون سو بيسكلي از اي سيد اضرب العربيه من الاحسن عرفوا معايا انا ما كتعجبنيش لونجلي وداكشي واخا كيما قلت لك صافي حبست الفيديو انا كيفاش ما تعجبكش لونجلي وانت مقبوله انت كتخربق علينا بات وات شي صنداله الله يرحمك تقولي انا كنلعب باسكت كنتريني بزاف كيكونش عندي وقت بزاف تي تكست اون بلوس انايا فهمتي كنبغي نتلاقى مع لا بيرسون حسن حيت الهضره في السوشيال ميديا شويه زعما كتفهم غلطه بعض المرات بصح عندك الحق المهم هادشي كامل اللي قلت لك ما عنده حتى شي علاقه بعلاش اخر مره سالات غولاسيون المهم حتى انا مشات لبرا مشات خوات بيك حتى هي مشات النيدرلاند زعما مشات لهولندا مشات لهولندا وبغات تكمل الغولاسيون حيت ما قالت لي ما لقيت مورا هذيك الخطبات قال لي عشيري انا عايش نفس التويشن شي واحد بحالك ولكن انا نشوفوش بصح ما كاينش بحال ريز وريز اوكي لاست وان يب باسكتبول اي سكسي باي دو نو
نيفر مان انا ويل اني ويز يا قال لي هو 16 عنده 16 عام فرجوا هذا بين شي 20 وحيت بجوجهم كيلعبوا الباسكيت بين 20 وسو ودي على تير what was the question again قلت لك علاش سالات اخر غلاسي دغيا تلفتي قول لها الغلاسي ديالي سالات حيت في الحلقه اللي فاتت ديال الكواليس ما جابوكش شيت دايره قد راسك ها دايره قد راسك لا I mean she keep lying she so more blunts خالتك yeah كندا فهمتيني كذوب كذوب قال لك معليش مال كذوب كاع اوكي and we don't do that in wakanda wakanda for black black panther دابا خصني اليميني ما سخيتش بهم ولكن خصني اليميني من سبل دي لا تيليميني وات ذا فوك تسيت القانون الجديد هذا اتخرج مول السكيت هو الاول حيت ما عجباش ثاني ها سيت قلت لكم حيت طايفات معاه فهمتي هو لاست وات ذا فوك خونا كيدير وات ذا فوك خونا خارج من سوبر ماريو سلام ها اسد تمشى تشارك صاحبي هي سكسي ام جود هاو ار يو تديني انا حتى راه غيخلعنا بمونتاج وهذا الحمد لله كنغطينا شي نون سكيتين وديليش ماني نزمو داك كلشي ولا كيقول ماني نزمو انا مشى هذا ترند صح بس شي دو ريلي نو ديديكاس ماني مان تخونا داير بحال زي من التسعينات ولكن في الالفينات زعما عبر الزمن مسافر قلتي ليا شنو الراي ديالي في السيزون الاول كيما قلت لك صوت جيني زوين صح عشان ما كنتش يعني انا تقريبا شحال قد الطول ديالو ولا شويه طول منه بشويه ولكن ما تعطينيش خاطري نخرج به بحال هكا نفزقو بالماء ونخرج هذا لا نفزقو بالماء ونخرج مشي نتشف داكشي اي كانت والله هذا الشيء في شكل هو عاد باش زي البرنامج اللي شو تفرج فيك 214,000 واحد وشحال من عين شافتك واو ديال الموسيقى جاني صوتها زوين كي فهمت شي شيء هذا دريف ومن بعد باش خرج شفت الحقيقه خويا سير بحالك الله يرحمك الوالدين دابا طلعوا القضيه نايس دوزو صحاب الباسكت بول بجوج ملابسين شورت بيض اوكي وهادو تراو الكحلين الدر اللي لابس الوال لاصق ما عرفتش مالو مازال هذا اوفر نايس فورد واش سكوربيو برج العقرب بالنسبه للابراج او ثاني ما نقدرش نحكم صراحه صعيب حيت كل واحد والستيل ديالهم كيتشابوش شي حاجه جوج لابسين سورتات الاخرين واحد جين الاخر تاو جين كارغو لو ستايل يا صراحه لحد الان على حسب اللبس ديالهم ما عنديش شي راي اوكي انا متشوقه بزاف باش نعرف شنو رايكم الا كانت صاحبتكم داخله في السوشيال ميديا نبداو بالنميرو 1 انا الراي ديالي البنات لي مور اتراكتيف هما اللي تيكون عندهم كونط بريفي كي كتكون واحد السايكل صغيره ديال الفرنس ولا العائله وتتكون انت تثق اكثر السي بلان هذا مزيان ما كانت كونط بريفي وكتدخلك زعما غير انت ولا بعض من الناس ما مكثراش عليها الدراري نو كشي مزيان وهي ما عجبتش الحال دابا حتى هي ما كيجا ولا بس هادشي وباينه عز على السوشيال ميديا بزاف الراي ديالي اوكي سيكند وان ما عنديش مشكل حيت انا داخل في السوشيال ميديا دونك الا قلت لها لا نسمع انا اناني اوكي ثيرد وان I'm a little bit famous and I don't هاي العياقه هذا اللي فيمس يقول لك فيمس خصك تعرفه بلا ما يقولها اون مايند صراحه ما جوفنش بي فيمس غير هو ما حد كتش زعما كتشوريني الريسبي و لايك عارف الغولاسيون ديالي انا وياها كيفاش دايره السوشيال ميديا كتبقى على السوشيال ميديا يعني ريل بيرسون هو اللي كيكون معاك نتايا اوكي سو ذاتس هاو اي ثينك فور وان نورمال لايك شي دوين هير ثينك كم دوين ماي ثينك سو كيجينا عادي ماشي شي حاجه اللي I'm a say no for. Okay. زيدو شي سؤال؟
بغيت نعرف واش انتوما بربعه بكم عندكم جيرل بيست فريند؟ نبداو بالاول. الصراحه ما عنديش هكا يا فرانس بنات، وليني كنعرف بنات تيقراو معايا، بنات تيكونوا جام لا فامي كاع نحسبهم اصدقاء ديالي ولا صديقات، يعني عادي. اوكي وعندك مشكله الا يعني صاحبتك كان عندها جاي بيست فريند؟ صراحه يس انا عندي. انت ما عرفتش البلان تاع البيست فريند كيديروا في هذه القضيه؟ ما كنتفقش، ما عنديش ما كنلوش حيت نعطيك صحاب جلس فهمتي في الاخر باقني صحاب اش غادي يقول لك ايه سبب علاش شنو غتلقاي في داك الشخص مثلا داك الصديق ديالك اللي ما لقيتيهش فيا؟ والله راه يقدر يكونوا كيتفاهموا اكثر عاوتاني، وليني السبب ديال التفاهم هو تتكون الكوميونيكاسيون، يعني الا ما كانتش الكوميونيكاسيون عمرك غتفاهم مع شي واحد، يعني ضروري كنحطوا النقط على الحروف. اوكي ولا بحال داك البلان زعما كاينة سي جير فريند ديالك تمشي عند شي دري اللي تكون متقربه منه غير كفريند ولا كبيت فريند كيف ما زعما يقولوا دابا، زعما البلان ديال انه تعاود ليه شي بلانات في الدراري باش هو غيصلح ليه على الطبيعه ديالنا مثلا كيفاش دايره باش تجي انت غادي تفهمك الحاجه اللي ما تقدرش تقول لك، وعلاش ما جيتش عندك من الاول انت وتقول لك راه شرح ليا امتى كتجيكم هادي امتى ما كتجيكمش هادي امتى مغرب. يا سلام عليك. اوكي سكند وان، عندك جيرل بيست فريند؟ بصراحه لا. اوكي وعندك مشكله الا صاحبتك كان عندها جاي بيست فريند؟ حتى هي لا. لا من الاخر هذا كلشي ما كاينش عليه الجواب، كاين لا لا حتى هي لا. او ما كيعجبكش الحال؟ لا مخصوص نورمال ما عجبنيش الحال. اوكي ثيرد وان، I'm not gonna lie, I have girl friends as basketball players, or they can, they're not all them. Okay. Or I coach some of them, or they can less rare. The old has Chinese. لا yes, I'm a coach. So. Oh, كت coach less rare. Yes. Okay. Or they can with their parents and stuff. فهمتي. إيه وصل. The old has Chinese حاجة as like friends going out to the كشيلة. I know some girls ولكن just in social media زعما I don't go out with them. وكاع إذا كانوا عندي راه ذاك الريسبكت اللي I'm gonna give to my girlfriend she gonna feel it زعما she's not gonna be worried about other girls. اوكي ولكن يكون عندك مشكلة إذا كانت عندك your girlfriend has like a guy best friend. صراحة I don't mind ولكن it depends on her فهمتي إلا هضرنا في هادشي أنا المهم the key for me is communication. Okay. So we should communicate about it. إلا ما عجبتني شي حاجة راه غنقولها. So that's it. Okay, okay. Fourth one, last one. What was the question? Sorry. What the ديما كينسى هذا السؤال. Do you have a girl best friend? لا لا. No. Do you mind if your girlfriend has a guy best friend? Not really. Hence, like, why would she need a guy best friend if I'm there? So I can be anything, you know. Yeah, also. It's not true. No. Why? Yeah, we need to work in the place we are. We should not be No, but I'm not in the relationship. 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 Like if we good like علاش ما غتقولش لي اي حاجه ونكون انا وكلش like her best friend her friend anything. اوكي that's my opinion. اترا داكشي تاع بكري ما بقاش ولينا داخلين في best friend ولينا داخلين في جوج الناس داخل معاهم واحد اخر اش كيدير داك الواحد اخر ولينا في اش داك البلان ديال يمشي شي واحد دابا قليل في هذا الوقت لا تلقى شي واحد يمشي لداركم مشي له معاك من بعد واحد المده كنتو كدوي ولا البنت هي اللي غادي تصبر على واحد البيرسون بما خدم استقر وكون راسو وجا عندها جوج سيمانات ماكسيموم كاع كثرات معاك جوج سيمانات طلع لها في الراس غتبلوكيك باي كاينش ديك البلان ديال حكه ما حكه تو كان نتلاقى معاك تو كان تفاهموا ونجي داركم داكشي قلال الصراحه الناس واحد 5% اللي غتلقاوهم بحال هكاك.
ودابا مالوغوسمون واخا ما سخيتش بهم سنين اليميني واحد الاول واقيلا ما عرفتش الاول ولا هذاك اللي قال لا ماشي انا عندي بيست فريند عادي زعما يكون ما عرفتش شكون مش حاس على هذا الشيء ذا فورث وان شو هذا هي سايننج شيت وعلاش دابا اشنو عجبك المدار ديالو دابا كملتو هاي بلوكس شال حريمي سلام معكم كاردي سيدي زوين ما ناضي راس تاع اللعيبات هو اصلا لوين داك الشيء هو 20 years old هوبر as everyone knows me now على سيرة زفت عني ما عرفت عدريني بالأكس so I don't know maybe like she didn't like the vibe I don't know but she seemed like she kinda regretted so we good yeah though anyways dread حق على البلان ديال English it's my first language I'm Liberian نادي Moroccan وهذا ما كذبش على ما اللي كان كيدو معاه بالانجلي مره فهمت على الاقل ولا زي من تما ذاتس واي يو نو المهم الدراري بيس اوت الدراري خدمي كواليس بيس اوت اول مره يا سير انا شوف المهم الدراري بيس اوت الدراري خدمي كواليس بيس اوت اول مره يا سير اتهدي ليش دايره تفك ليش دايره هذه راه شوفوا الاوتفيت دابا كامل حيت داكشي طلع بالنسبه للاول كيتريني سمايلز لايك ذات يا ما سحب ليش غيكون بحال هكا صراحه ملي شفت سروالو ما نكذبش عليك ولكن اتس نايس مظاهر خداع زيد ثاني السيلي تاعو كيعجبني صراحه لا كوستولاريلي نايس نايس كيزيد يصعب عليا الامور هادشي صراحه ما كتبش عليكم بالنسبه للثالث كاجوال بوت لوكس لايك هاز هاز ا جود بودي تو انا صحيح من فخضي لوك او يا من باسكتبول بيج ليكس نايس 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 اوكي بغيت نسولكم شنو هو جرين فلاج اللي كتقلبوا عليها في البنت نبداو بالاول الجرين فلاج اللي من الاحسن يكون في البنت تكون بنت حوكيه كتماتشي الانرجي ديالك والفايب ديالك حيت الا دارت هاد الشيء هذا كتولي كتزيد تعزاز عليك وكتولي تقدوز مع وقت اكثر انت من داك النوع اللي كيضحك حتى هو ولا انت من داك النوع اللي كان داك الشيء جبتي بنت اللي كتشويه كتضحك وشويه هي الا جيتي تشوف واحد الكوتي ضروري كتكون على حسب المود ديالك اوكي وليني الاحسن تكون ريليشن دايره على الضحك وعندك مشكله الا كان فيها الضحك بزاف لا ماشي داك الضحك الباس ولا شي حاجه انا قصدت لك الضحك زعما كتماتشي الفايب معاك وتقدوا تطلعوها تعاودوا تحلموا مثلا تحلموا زعما كيفاش بحال كيفاش نبغي نقول نطيروا انا وياك بحالك تحلموا صافي راه الا حلمتي راه فابور زعما ما كاينش ما غتخلص ليها ستيشن بصح جاتني تعيها بزاف باش نايليميني حيت صراحه ثلاثه بهم عجبوني دوماج صراحه ما عطاش ربع المراوات دونك غادي نعيط على بوم بوم هي اللي غادي تختار شكون اللي غادي نصيفط بحالو شكون هادي شكون هادي ثاني لا شو ولكن كيفاش تختار باردون عافاك نقدر نسولك كيفاش هي تختار وانا بغيك انت ماشي هي حيت الا خديتيني انا راه كتشي حتى هي ياك باكو حتى كيفاش حتى كيفاش حتى هذا الشيء هو ناري كيفاش الا خديتيها كتجي حتى هي واحد دفك ياسر تي اهم حاجه ولكن كيفاش غتختار ياك اللي جات عنده بوم بوم ميت اليمينير بوم بوم تام تام بوم بوم جو فور ات سيري وات ذا فك كلب داير لي شعر شوامي جات عندي انا برو عندي ريلاكس بزوج اوكي شكون لمن جات لمن جات جات عندي ردوا الفار صراحه جات بين دوزيام و ثوازيام دونك الاولى ايليمينا
اخونا تلفت على منين غيخرج صافي واش من نيتك ما جاتنيش اصلا صاحبي نعيط مثلا للكلبه باش باش ما نتريجيكتاش قد تحيد لك بيرسوناليتي ديالك والكاريزما ديالك كانك راجل سات اللي راجل اللي ما كيجيش كاع لهذا البرنامج هو شاف الكلبه ما يعيطش ليها ديك الحيوان اصلا ما في ذنبو حتى شي حاجه ما شافش الكلينز ديال البرنامج هذا اللي زي لي على قد البيرسوناليتي ديالك ما طاحتش دابا نو كطاح مع الكلبه انت هادشي شوف اش كدور ويت هاد خونا انا كنجف في الحلقه اللي فاتت في الكواليس ماشي اللي فاتت المهم اللي ما عرفتش ديك الاولى كاع جا مع مو هذا نيت خونا داير بحال طوطو ميني طوطو كاين عبد الحي زعما هاي اوكي ثانكس واو نايس جاي كول شفتها في الحاجب ويدلي العجب ماشي لديك الدرجه ماشي لديك الدرجه شفتها في الحاجب برو ماكس كيفاش برو ماكس شفتها في الحاجب برو ماكس صراحه الخط هنا اوكي وانا صدا وات اعوذ بالله يا ربي السلام المهم وتمن هذا البلان هذا اللي عندي انا هنايا جابتها الوقت دابا خصني نعاود لكم القصه ها ستوري تايم ميني ستوري تايم كنت واحد النهار كنتفرج واحد المسلسل بعد الاخر تما كنت باقي صغير عندي شي 8 سنين بحال هكاك لعيبات بعد الاخر واحد المسلسل كان كيبين لنا افلام تاع الرعب بالدارجه يعني هذاك الشيء ديال الخليع يو نو المهم ما علينا مشيت واحد النهار كنتاكل في الصالون كنلعب كنحنقز بحكم ان عندي غير 8 سنوات كما قلت لكم نقز طير طا 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 جات اختي عيطات ليا في نفس الوقت هي خرجه واحد المرايا كان ديجا اصلا تهرسات وبقى منا واحد الطرف كبير واحد القمقم بحال هكا ماضي كانت مخرج المرايا من البيت وهي في نفس الوقت كانت عيطات ليا وقالت لي ابراهيم اجي تفرج في هذاك المسلسل اللي كيعجبك وفي الاخر هذا مشيت كنجري باش غادي نمشي نتفرج تلاقينا عند الباب تاع البيت با جاتني هنا كي او انا كانت فيا بزاف راه غير دابا فاش كبرت شي شويه مع الشعر كبر غادي ما بقاتش كما كانت ما فاش كنت صغير كانت كتبان بحال ديال لها بحال شي ضربه زعما كيما هذا اعوذ بالله على الاقل هذه ضربه حلال هذا داير ضربه حرام مين اختار اي من حتى عنده في الكلاب وات ولكن صراحه بجوجكم وهذه الحاجه اللي I'm so sorry. أول أركب. ليس. سيا. أوكي. شنو؟ What the fuck? What the fuck هنا بس؟ دابا بعدا. كمية أنت من سنة. سواقي again. مهم. داز الفايبز وين؟ عشان بحال عادي ما دير ليه هذا وجهه كيجي مع الكاميرا غير هكا. شوفوا فاس نو اكدعك اكدعك ني على تحل فيه التنمر انا عاود بالله سؤال مرحبا علاش عزلتيني انا من وسط امك باش نراه في راسي باش نراجع اوراقي والله اوراقي ما عرفت الشرطه في الحاجب لا كوس لا ريني انا كيعجبني ستيل في حركه كيعجبك مخسر خونا مخسر مدير مبوكر قبيح وحتى فيت فهمتي جاي معايا فهمتي حيت انا كندير فيديوهات تيك توك على الاغاني ديال راين واي واي قلبي شويه راب دابا قلبها راب شويه الراب ماشي ديال البنات دو سوان عندي هذاك الشيء ديالي ايوا الخوت هنا غنكونوا وصلنا لنهايه هذا الفيديو ما تغبروش باقيين جايين ان شاء الله فيديوهات اخرين في الطريق تهلاو في راسكم وما تديوش على هادو خذوهم لايك فان انترتينمنت سنس اوف هيومر شي حاجه اللي غتضحككم تخدوم سيريسلي باش ما تتبعوش نفس الاغلاط اللي كيديروا هما راه ما كاينش هذا البلان ديال حق كنمشي لديت مع وحده وتلبس ليا بحال هكا ولا شي تويشير حنا خلينا في البيزيك البرامج الاول سي تعرف على شي وحده مزيانه تليق لك تليق ليها كذا ما كتبش حيد صافي نسى بلا خليها طوطو بلا نبلق في تلوان سوس زيد نسى بيس اوت